كل اثنين بنرحب بحسام نصار في هذا الصباح وفقرة الرياضة في أسبوع. حسام صباح خير. مهند صباح خير جميع مشاهدين يا رب. كيف حالك؟ تمام أنت كيفك؟ المعنويات الرياضية 100% عالية؟ كله تمام. شو محضر لنا أخبار؟ كثير في الأخبار طبعاً. تعرف الفترة الماضية كان في إجازة صيفية شهر رمضان، فأكبر يعني أو نحكي أكثر الرياضات كان في توقف لها. الرياضات الجماعية أو حتى الفردية، لكن بلش شهر 8 عندهم عطلة صيفية زي المدرسة. أكيد يعني 100% فبلشت الرياضات عم ترجع. الأسبوع الماضي كان في افتتاح لدوري كرة السلة، افتتاح أكثر من رائع، بس خلينا نشوفه بالتقرير. نعم ونرجع نحكي. شوف الافتتاح. يلا. حسام، يعني كيف كانت أجواء افتتاح أو موسم كرة السلة وهذا الدوري، وكيف كانت المباريات، أبرز نتائجها؟ يعني الافتتاح كان أكثر من رائع. عودة كرة السلة الأردنية هاي منتظرة كانت لكل عشاق هاي الرياضة، اللي هي الرياضة تعتبر الثانية شعبية على مستوى العالم، الرياضة اللي ممكن يتابعها في مدرجاتها زي ما عم بنشوف. نعم. من كافة الأجناس، من كافة الأعمار، الكل عشاق كرة السلة الأردنية. من أسبوع كانوا على موعد مع عدد من اللقاءات المثيرة. للأمانة في النظام الجديد لكرة السلة الأردنية أصبح هناك رونق، أصبح هناك إثارة، أصبح هناك ندية، أصبح هناك أنه 6 فرق اللي هي مشاركة في الدوري زي ما عم نشوف: جزيرة، رياضي، أرثوذكسي، أهلي، كفر يوبا، ونادي الوحدات. صعب التنبؤ بنتيجة أي مباراة، صعب أنك تحكي فريق أحسن من الثاني. للأمانة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة بقيادة السيد محمد عليان والأعضاء اللجنة المؤقتة عم بيشتغلوا شغل أكثر من رائع خلال من الموسم الماضي. احنا شفنا الدور التصنيفي اللي كان الموسم الماضي، شفنا يعني افراز عدد كبير من اللاعبين الجدد. الأندية أصبح هناك لها عودة من جديد لكرة السلة الأردنية. عم نشوف الوحدات، عم نشوف الأهلي، عم نشوف الرياضي، أرثوذكسي، جزيرة، كلها في منافسات. احنا نحكي بنطلع زي ما بنشوف. نعم. الرياضي والجزيرة انتهت بفارق نقطتين بالثانية الأخيرة، يعني هاي دلالة كبيرة انه كرة السلة الأردنية على صفيح ساخن كانت المباراة. بالضبط، هي اطلقوا شعار عودة، رجعنا كرة السلة، وفعلا كرة السلة الأردنية عادت نوعا ما. لنا فترة بنسمع عن انجازات في كرة السلة الأردنية، في تطور بالمستوى. ولوين رح نوصل احنا يعني حسب ما الجهات المنظمة وهيك بتخطط؟ يعني احنا بنحكي عن المنتخب الوطني تأهل الدور الثاني المؤهل لكأس العالم 2019 في الصين. صحيح. عم بيأدي أداء أكثر من رائع، تغلب على منتخب لبنان، على منتخب سوريا، يعني تصدر المجموعة اللي هو موجود فيها. هاي دلالة أكثر من رائعة أنه المنتخب الوطني قادر أنه يوصل لبعيد في هاي التصفيات. نتمنى له أنه يكون في الصين الموسم المقبل. الأندية الأردنية كلها عم تتكاتف حتى تكون كرة السلة الأردنية في الصدارة كما كانت بالسابق. لكن ماذا مطلوب؟ مطلوب الاستمرارية، مطلوب العمل، مطلوب يعني الجهود كلها تتضافر بحيث أنه نرتقي بهاي اللعبة. والله يا خوفي كرة قدم منها شوي تتأثر بكرة السلة. يعني صراحة الندية كرة السلة تغطي بالضبط. الندية كانت يعني احنا عم نشوف مدرجات كانت ممتلئة بشكل كبير، وهذا إشي ما كنا متعودين عليه بالمواسم الأخيرة. هذا دلالة إيجابية، نتمنى زي ما حكينا الاستمرارية أكثر، نعمل أيضا إلى تسويق اللعبة بشكل أكبر، أنه تدخل الشركات الخاصة من أجل رفع وتغطي التكاليف مثل هيك، رعاية هاي الفرق والأندية. يعني هلا في أسماء فرق وأندية عمالها بتلمع، وإحنا بانتظار الأبطال وأسماء لاعبين يعني حتى تلمع أكثر.
اللاعبين زي ما حكيت لك هو العملية اختيار اللاعبين أو توزيع اللاعبين بالتساوي على 6 أندية، هذا الإشي هذا الأمر أدى إلى إنه يكون في تساوي بنحكي بقوة الفرق الستة. يعني كفريوبا عنده مثلا لاعب زي موسى العوضي، عنده مثلا أسماء كبيرة، الجزيرة عنده يعني برضو أسماء لا تقل أهمية، فهذا كله يعطينا دلالة مهند أنه كرة السلة الأردنية إن شاء الله بالطريق الصحيح والإثارة والندية متواجدة، وصعب التنبؤ بنتيجة أي مباراة. طيب حسام، نعرف دائما جمهور كرة السلة، نعم، يعني في طابع خاص بهذا الجمهور يختلف عن الجمهور اللي بيتابعوا كرة القدم، احكي لنا كيف كانت أجواءهم، أجواء الحماس، كيف كانوا يشجعوا؟ صحيح، يعني إذا ما حكيت لك بداية الحديث أنه من خلال متابعتنا للمباريات في صالة الأمير حمزة وجدنا أنه في يعني كافة الأعمار موجودة، كافة وجود من كل الجنسين، تشجيع حضاري، تشجيع أكثر من رائع، هتافات رائعة، هذا اللي نتمناه صراحة بكل مدرجاتنا مش بس بالسلة، نتمنى يكون أيضا بمدرجات دوري كرة القدم. هذا الدوري راح يفتتح الأسبوع الجاي، خلينا نحكي عنه، شو رأيك؟ طبعا نحكي عن دوري كرة القدم أكيد، يعني الدوري اليوم دوري كرة القدم يوم أمس أصدر اتحاد كرة القدم على الموقع الخاص على الإنترنت الجدول مباريات الأسبوع الأول. مباريات راح تبتدى يوم 24 الشهر، الكل متحمس، كل بدنا نفس الحماس اللي موجود بكرة السلة يكون أيضا في دوري المحترفين، نفس طريقة التشجيع بالضبط، وكل شيء بدنا إياه بيكون مثالي. احنا نتمنى أنه نوصل للمثالية. 6 مباريات راح يكون بالأسبوع الأول، مع الكل بعرف البقعة، مع حسن إربد، الرمثة والسريح ذات راس، شباب الأردن، الأهلي، الجزيرة، السلط مع الوحدات، والفيصلي مع شباب العقبة. المباريات طبعا مجموعة مباريات مثيرة أكيد، الدوري السنة هاي أتوقع أنه حيكون يعني ممكن يكون أقوى من الموسم اللي قبله، ممكن يكون في إثارة أكبر. نعم. الأندية تحضرت خلال فترة التوقف اللي كانت موجودة قبل آخر، اتحاد الكرة عانى خلال الأيام الماضية بأنه هناك في توقفات كثيرة. احنا نعرف المنتخب الوطني مقبل على بطولة كأس آسيا اللي حتقام في الإمارات في بداية العام المقبل، فهذا الأمر يؤدي إنه يكون في أكثر من توقف. نتمنى كل الأندية تتضافر ويعني تتكاتف وتتحمل هاي الصعوبات بحيث إنه يكون منتخبنا الوطني بأفضل حال. منتخبنا الوطني احنا بنعرف إنه هو يعني ثمرة جهود كل الأندية واللاعبين واتحاد الكرة وكل أركان اللعبة تنصب بالمنتخب الوطني، لذلك نتمنى إنه هذا التوقفات انها ما تاثر بشكل سلبي كبير على انديتنا وعلى لاعبينا. نتمنى من اللاعبين انه يكونوا على قدر المسؤوليه، يكونوا بالنسبه للمنتخب صار في استقرار حسام بالمحترفين بالطاقم الاداري والتحكيم، يعني هناك في معسكرات شبه دوليه، معسكرات شبه شهريه، كابتن جمال ابو عابد والجهاز الفني المعاون له يعني عم بنتقل الاسماء بشكل يعني دقيق، بحيث انه كل لاعب انه يستحق تواجده في نعم. في 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 مركزه. هذا الامر يعني ان شاء الله ينعكس بشكل ايجابي وشكل اكثر من رائع على منتخبنا الوطني. كل العيون تترقب الامارات 2019 بانه يكون كاس اسيا هذا العام مختلف عن العام عن النسخه الماضيه. النسخه الماضيه للاسف ودعناها مبكرا من دور لها اول، هذا الشيء ما بدنا نطمح له يكون يتكرر مره ثانيه. نتمنى النشامة، يعني هذا اللقب أكيد اللي يرتبط باسم المنتخب الوطني، أن يكونوا فعلا نشامة إن شاء الله، هم نشامة بكل ما أتي يعني بكل معنى الكلمة من معنى. إن شاء الله منتخبنا قادر على الوصول بعيدا، وجماهيرنا ولاعبينا وكلياتهم يكونوا يعني بمسؤولية بأنهم يعني يوصلوا صورة للعالم أنه كرة قدم أردنية بخير، كرة قدم أردنية ومدرجاتنا أيضا بخير. احنا بنعول على الجماهير، بنعول على اللاعبين، بنعول على اخواننا بقوات الدرك، اكيد اشتقنا كلياتنا للانجازات والله، اشتقنا يعني ان شاء الله يكون في انجازات كبيره يا رب، نرفع راسنا وننبسط فيها. حسام، شو قصه جينيس ورياضي اردني؟ انت لسه قاعد بتحكي نرفع راسنا، احنا شو بصير قاعد؟ عدنان النصرات هو غطاس اردني يسعى للوصول للعالميه، كيف يسعى للوصول للعالميه؟ شوف التقرير، يلا شوف التقرير.
يعني حسام رياضي ولا مغامر ولا ايش بنحكى بهيك؟ والله نشمي ممكن هذا اللقب اللي بزبط على يعني عدنان. بنخليك وانا بتحمم حسام شو 72 ساعه والله انا صراحه ما بقدرش اغطس بشبر مي الله يعينه. للامانه عدنان نصرات هو دخل العالميه عم بدخل العالميه محتاج لكثير من الدعم مهند، محتاج دعم لوجستي دعم معنوي. عدنان واصل يوم امس بالمناسبه نزل لوصول للغطسه لمده 72 ساعه. لا لا مرايق ما اخذ شطرنجه بسكليته معه. انا عدنان متابعه من بدايه غطسته الاولى من غطسه ال 24 ساعه، هو عم بنزل بشكل تدريجي نزل 24 78 اليوم يوم امس نزل ل 72 هو ساعه. هو كم الرقم اللي بده يحققه؟ لازم 166 ساعه. 166 هذا الرقم القياسي 6 ايام بشكل متواصل. طبعا متواصل ان شاء الله انه 144 ساعه كانه 144 عفوا بشكل متواصل. متواصل. طب كيف بده ياكل؟ كيف عندهم في طبعا كل الامور يروح على التواليت كل هاي الامور محضر لها كل شيء جاهز له. الفريق او التيم اللي معه مهند عم بيسعوا انه يكون طبعا السلامه الخاصه بعدنان هي من اولوياتهم. نتمنى له السلامه ونتمنى اكيد رقم ينحط به موسوعه جنس لانه فعليا عمل بحاجه لشجاعه ولقوه كبيره وجلد وصبر. كل تحياتنا لعدنان ان شاء الله. وتحياتنا لك حسام برضه، بنستناك يوم الاثنين الجاي بمواضيع جديده وحلوه بالاسبوع او الرياضه في اسبوع. شكرا يا حسام، اهلا وسهلا فيك.